السلام عليكم. في حلقة اليوم راح نواجه المانتيكور، وهذا الصقر راح يخلينا نشوف شكل البيس قبل ما نروح ان شاء الله راح اوريكم اول شيء شكل البيس يعني بالكامل، وراح نودع الديناصورات اللي جمعناها. في احتمالية انه نروض ديناصورات مثل سيراتوسورس او اشياء بعد البوس فايت، لكن ايه ما قررت، فهذه راح تعتبر الحلقة الاخيرة. هذا هو شكل القلعة من اليسار، صراحة اعجبتني، خصوصا انها ما اخذت وقت طويل مثل ما توقعت راح تاخذ. هون عندنا الزجاج بالطبع عشان نقدر نطل على هذا الجمال. هذه حرفيا بالنسبة لي اجمل مكان في ارك الارض المحروقة، ومكان اسطوري كتير من حيث يعني سبلاي دروبس. حرفيا في سبلاي دروب تحتي، وفي في كثير من سبلاي دروب قرب يعني البيس. هذه في حتى مثل مسبح صغير هون خلف القلعة، هذا اللي بتشوفوه، وفي حتى بركة داخل القلعة. بتعجبني يعني المسابح، بتعجبني انه البيس تكون مفتوحة كتير مثل هيك. بتلاحظوا خليت كتير من البيس مفتوح، فيه ما خليتها كلها حوائط. شنو جمع حوائط؟ اتوقع حوائط، صححوا لي لو اخطأ. فيه هذا هو المسبح، بقدر العب فيه، بقدر اشرب منه هيك. اشرب اشرب اشرب، نوم 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 نوم. اوكي. اذا بتتسألوا شو الفائدة من هاد الاشياء اللي بنيتها هون، ببساطة بس عشان اخبي الصخور اللي في تحت الصخرة اللي امامي، خبيتها باستخدام هاد الاشياء. هون عندنا مدخل سري، بنحب المداخل السرية في البيسات الخاصة فينا بالطبع، بنحبها. هاد البيس فيها تقدروا تقولوا ثلاثة مخابئ سرية، ثلاثة أو أربعة ما بهم، وبقدر حرفيا أدخل وأخرج من أي مكان. هون عدنا مثل الغرفة الخاصة بالفولت، سويتها حتى هي عشان أخفي الصخور. هذا المكان فيه صخور ما بتقدر أنك تشيلها بالمرة، فلازم تبني فوقها عشان ما تشوفها. الصخور اللي في المسبح بالطبع أقدر أزيلها، لكن خليتها عشان المنظر، انه منظرها زوين. فيه هذه هي البيس، راح نشتاق لها كثير ان شاء الله. صراحه انا فخور بها، رغم انها ما انا افضل شيء بينته، بس كويسه كثير. و الاشياء يعني متماثله فيما بين، حرفيا في ثلاثه ريفاينين فورج على اليمين، ثلاثه على اليسار. المهم كل اشياء في مكانها. هون عندنا الدويدي كيرس، روضناه في البداية. عركوش اسمه، ديمون اكتورني دراجون. بتتذكروا روضناه هو وسيبرتوت في نفس في نفس الخمس دقائق روضناه، لكن هذا بالطبع سيبرتوت اقوى. هذا عنده ستاتس اسطورية، 6000 في الهيلث، ومانو ملفل يعني بشكل كامل. هذا بويزن وايفرن، ما سميته للاسف. شو ممكن اسوي؟ ما بعرف صراحه شو ممكن اسوي، ممكن افكر بعدين. عدنا هون جمل بما حمل، فيه راح نشتاق الجمل كثير. الحمد لله انه بقى على قيد الحياه في السلسله، بقيت على قيد الحياه. ما بعرف الصراحه لا راح اشوفك مره ثانيه او لا. ماب دي سنتر قريب من انها تنزل. هذا صقر عادي ما عنده ولا اسم، بعتذر منك بس. ما كان عندك ولا فايده. وهون عندنا كابايلا النمر التايلا، والله اسمه اسطوري كابايلا النمر التايلا. كي راح اقفز هون على الدرج. هذا هو سقف البيس، هذا المكان خاص بالتزاوج، يعني تزاوج خاص بس بالديناصورات الصغيرة. هون عندنا صقر ما عنده اسم،
هون عندنا ضحية الوايفرن. يب، لأنه كنت بتوقع أنهم راح يموتوا لما نجمع الوايفرن. هذا هو ماينور مثلي، لأنه حتى أنا ماينور مروض الداينو. داينو ماينو أخيرا راح يواجه البوس لأول مرة، راح يواجهه. فهل راح يفوز أم لا؟ أتوقع أنكم شفتوا البيس الخاصة بماينو بما يكفي، فرح أوريكم آخر ديناصور خاص بماينو اللي هو ضحية حتى هذا ضحية الوايفرن. كلهم كانوا راح يكونوا ضحايا للوايفرن، لكنهم بقوا على قيد الحياة. فيه الآن راح أروح على الجرين أوبليسك، راح أوضع ريكسات. تعرفوا إيش هذا السلم اللي بتات؟ أتوقع كان لازم أني أغيره. مهم، فيا راح أروح على الجرين أوبليسك، راح أوضع ريكسات واليوتيرانس، وراح نبدأ البوس فايت. لكن قبل هيك ودي أوريكم هون. هون عندنا مثل مدخل سري. أوه الجرين هاوس، نسيته، ما حرفيا سويته، ما وضعت فيه أي شيء، بس سويته. فيا ألقاكم هناك. واضح أنه راح تكون في عاصفة من نشرة أخبار الطقس الخاصة بالجربوع. أوكي هذا الجربوع، والله شكلهم كيوت كتير. هذا ليفل 135، حتى أنا عندي واحد، راح أخليهم يتحدثوا مع بعض. هذا الجربوع اسمه عمور، تعرفون ليش؟ لأنه عمور. فراح أخليه يتحدث مع صاحبه شوي، بوضع فيه الأشياء اللي ما بحتاجها يعني في الانفنتوري الخاصة فيني، لأنه الجربوع بينقص وزن الأشياء اللي في الانفنتوري. ف أي شيء ماني محتاجه بوضعه في الانفنتوري الخاصة بالجربوع. اوكي راح أوضع الركسات. وات، وقف على شو بيهجم؟ اوه بيجو ماستاكس. مثل ما بتشوفوا هذا هو دمج الركسات. دمج الركسات اللي عندي هو 600 دمج تقريبا، البعض عنده 600 وشوي، البعض عنده 500 وشوي. فهي دمج كويس، خصوصا اني ما لفلتهم كتير. بالنسبة للهيلت معظمهم عندهم 20,000 الهيلت، لكن خليت احتياطا بعض الركسات اللي عندهم 25,000 أو 27,000 الهيلت، بس احتياط عشان لو ماتوا اللي عندهم بس 20,000 يبقوا اللي عندهم 27,000. لو حسبتوا راح تلقوا بأنه راح استعمل بس 9 ركسات تقريبا مع اليوتيرينس، يعني راح يكونوا 10 10، لأنه راح نواجه النسخة الـ اوكي والقوم والقوم اولاده. تعرفون ايش؟ عشان انتقم منهم راح اخليهم يجوا معنا في البوس فايت. كيكي تعالوا، لا تخافوا ما راح تموتوا، راح تواجهوا بس قطة عملاقة بالطير، الماتيكور بالطبع. الماتيكور يعني مثل القطة العملاقة. نسيت انه اجلب بعض الاشياء من البيس، لكن قبل ما اجلبها راح اخذ اشوف شوية السبلاي دروب كان في الطريق. اوكي كنت بتمنى انه يكون بلو برينت، يعني هذا ما راح يفيدني في ولا شيء، بس يعني افضل من لا شيء. كي راح اخذ هذا اليوتيرانس. كي هل في اي شيء ثاني ممكن يساعدني؟ اوكي كارنو، تعرفون ايش كارنو؟ راح اخليه. لو كنت راح اكمل اسوي حلقه او شيء ما بعرف ممكن استعمله، ولو ما كنت راح اسوي حلقه وكانت هذه راح تكون الاخيره. فيه مثل ما بتلاحظوا ما عندي انا 19 ريكس، لكني راح استعمل بس 9، راح استعمل 10 اقل. هاد سيبر توت سيلهم ابو كلب وليفلهم ابو كلب. بالنسبه للالفا، عشان اواجه الالفا لازم اكون ليفل 95، وانا بس ليفل 85. ف
ياه النسخة الجاما. إذا بتتسألوا ليش ما وصلت للليفل 100 أو 105، لأني حرفيا لو نجحت في هذا البوس فايت فرح أكون ختمت هذا الماب في وقت قياسي، في أقل من 30 يوم راح نكون ختمناها. اوكي الوايفيرن، اوكي نايس، اوكي قفز 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 عشان تدخل. فهي استخدمت بس 9 تريكسات عوض من 19، لانه الميتي كور سهل كثير وخصوصا النسخة القامة. اوكي وديهم يكونوا في نيوترال، ما وديهم يكونوا اتاك ماي تارجت. لو وضعتهم في اتاك ماي تارجت مباشرة لما ديت وورم او الروجولين يهجموا علي، حينها كل الراكسات راح يلتفتوا وراح يجوا عندي وما راح يركزوا على المانتيكور. انا ما بدي هذا الشيء، لو خليتهم نيوترال فراح يركزوا بس على الماتيك. اوكي ما تسيب التوت اول او ما تسيب التوت ثاني. لا للاسف ما توقعتها، بس بمزح توقعتها. اوكي سوي البوست. اذا بتتسألوا ليش ما بندمج المانتيكور 600 دمج، ف لانه المانتيكور اوه تتورم جاءت بهذه السرعة وراحت بهذه السرعة. المرحلة الخاصة بالديتورم وكأنه جاءت سريعة شوي. فمثل ما كنت بقول، المانتيكور عنده مقاومة دمج. يبقى اخذ اكس بي، اكس بي هذا. وهذه ديتورم اللي في الارض. ودي اشوف شو هذا الشيء الرمادي هون في الصخرة. هل ما بعرف صراحة شو ممكن يكون، ما كان في اركيفولفت. اوكي ولا شيء. المانتيكور عنده مقاومة دمج رهيبة. اتوقع المانتيكور عنده بس 150 الف في الهيلت، ما عنده مليون مثل دراغون، بس عنده مقاومة دمج اسطورية. لهيك بيندمجوا بس 167. راح انقص الصوت الخاص بهيلينا اللي بتتحدث. المانتيكور حرفيا من اسهل البوسات. اتوقع اني استعملت عدد ركسات مبالغ فيه، كان ممكن استخدم بس 5، بس راح نشوف ممكن يفاجئنا، ما بتعرفوا. خصوصا انه الركسات اللي عندي مانا افضل شيء، صفر طفرات. الهيلث اللي عندها كان متوسط لما روتها، بس الدمج اللي كان كويس، الهيلث كان مقبول. الان مع كل تلفيل اللي سويته هيلهم بس 20 وفي اقصى الحالات 25 او 27، وحتى دمجهم 600% او ما يعادل 600 دمج. يعني تقريبا. فهي الركسات اللي عندي ما لها افضل ركسات بالمرة. اوكي نايس، راح اسوي لهم بوست، راح اساعد الركسات حتى انا بالكومباوند بو. للاسف ما قدرت اصنع الغاز ماسك لانه اتوقع كانت عندي بس ابزوربنت سبستريت واحدة. راح احتاج اتوقع 2، بالاضافة لهيك راح احتاج كيمستري بنش. فيا ممكن يخدرني البوس صراحة، اتمنى ما يصير هذا الشيء. هيلو وصل للنصف، هيلو وصل للنصف يا شباب. والركسات حرفيا ما فيها ولا قطرة دم واحدة. معظم الركسات عندها سدلات بريميتيف، اتوقع بس 2 أو 3 كحد اقصى. عندهم سدل مطور، يب. اتوقع حصلت على 3 سدلات من سبلاي دروب. ما كان ولا حد منهم يعني بلو برينت للاسف. بس ما راح نحتاجه حتى ضد النسخة الالفا. لو وصلت ليفل 95 يب ما راح احتاج سدلات مطورة.
بالنسبة للنسخة الألفا أتوقع 12 ريكس بسدلات بريميتيف راح تكون كافية، لأنه بوس يعني أضحوكة صراحة، عكس الدراغون أو حتى البرود مادر. البرود مادر لازم تستخدم 20 ريكس أو 19 يعني أو 18. الدراغون لازم تستخدم أبو مخالب يعني أو يعني حتى ريكسات. ما متبقى ولا شيء، هل راح نسويها الان ولا راح يطير؟ اوه سويناها، فتحنا التيك وهزمنا المانتيكور حرفيا، دمرته بدون ما اقصد. كان ودي المعركه تكون متساويه شوي، كان لازم استخدم ركزات اقل، بس هي دمرنا بالغلط. اوبس، فأتمنى أنهم يزيدوا من دمجه شوي لأنه ضعيف. كي راح أخذ اللوت، أعطيني الإليمنت ورأس المانتيكور، راح أحمل رأس المانتيكور وراح أوضعه في البيس. لكن قبل هيك أبغى أشوف كم هيلث الريكس. كي كم خسر من الهيلث؟ أوه مثل ما توقعت، ما خسر ولا شيء. نايس، حان الوقت للأسنشن وننتقل على الماب الجديدة. مرحبا في ماب أبيريشن، وهذا هو روكويل. للأسف ما في ماب أبيريشن، فرحنا لها بس في الفيديو في الكاتسين، ما رح نروح لها في الحقيقة إلا بعد أشهر. You continue to impress, Survivor. شكرا. As you have grown in strength, I have been searching Helena's memories, finding what I have forgotten all these long years. Her friends and the journeys they had. Was it all for nothing? صراحة أتوقع أنه بلغت شوي. أتوقع أنه دمرت المانتيكور بدون ما أقصد. يب، كان لازم أدخل بس بخمسة أو ثلاثة تركسات. We can put this right. بس ما بيه. يب، أخذت احتياط أكثر من اللازم. فياه ختمنا ماب الأرض المحروقة. الصراحة يعني بالنسبة لليفل حرفين أخذت إكسبلورر نوت، بس رغم هيك ما قدرت أوصل لليفل 95، لأنه حرفيا أمضيت أقل من 30 يوم في ماب الأرض المحروقة وختمناها بهذه السرعة، عكس ماب ذا آيلاند اللي لازم 100 يوم على الأقل لو تبغى تختم النسخة الألفا. هذه هي الراية الخاصة بالمانتيكور، وحل الوقت أني أوضع الرأس الخاص به. كي أوضعها في التروفي هون، والآن راح أتصور سيلفي مع رأس المانتيكور. على الأغلب لو ودي أوصل لليفل 95 فراح أحتاج أيام، يا راح يأخذ وقت طويل. ما بعرف هل راح نواجه نسخة الألفا أو لا، ممكن ننهي البوس فايت يعني قبل يوم 50 بكل سهولة. فياه هذه نهاية السلسلة على الأغلب. المهم، إلى اللقاء.